السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مبروك عواشركم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي كتجي لذيذة بزاف، اللي هو الكالامار معمر بالرز. كنحتاجو المرق ديال الكروفيت اللي حضرناه بالقشور ديال الكروفيت، مع واحد العريش ديال الكرافس، مع شوية ديال الماء، البزار، الملحة. كنخليو الماء حتى كيغلي مزيان وكنصفيوه وكنحصلو على هذا المرق. كنحتاجو شرموله اللي كنديرو فيها القزبر ومعدنوس مدقوقين، كنزيدو عليهم شويه ديال العطريه اللي فيها الملحه، الابزار، الكركم، شويه ديال الكمون، كندقوهم في المهراس وكنزيدو عليهم معلقه ديال الحامض. كنحتاجو هاد الجوانب ديال الكالامار اللي كنقطعوهم باش كنستعملوهم في الحشوه. كنحتاجو الروز، كنحتاجو بصله محكوكه، ماطيشه سوغيز اللي كنقسموها على جوج، الفلفل الاصفر، فلفل اخضر، فلفل احمر. كنحتاجو المركز ديال الطماطم، كنحتاجو الزيت ديال المائده، كنحتاجو شويه البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الكركم. وكنبداو على بركه الله في تحضير الحشوه. بسم الله، كنبداو على بركه الله بتحضير الحشوه ديالنا. كنديرو واحد شويه ديال الزيت، ناخدو بصلة محكوكة، كنقصو شوية من العافية، نخليوها تتشحر. كنزيدو عليها الفلفل الأحمر، الفلفل الأخضر، الفلفل الأصفر، كنديرو شويه ديال البزار. انا ما كتعجبنيش العطريه بزاف في الماكله، كندير غير شويه، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملح، شويه ديال الكركم، كنغطيو عليه بحال هكا وكنخليوه حتى كيتشحر ونطلقاو من بعد. من بعد ما دبلات لينا هاد الفلفل اللي درناه كامل، كنشدوه كنديروه كنحيدوه، كنديروه في واحد الطبسيط. من بعد هاد المقلات كنزيدو فيها الروز. كنشحرو مزيان، نخليوه حتى كيتقرم مزيان هذاك الزيت اللي قلينا فيه البصله والفلفله. ملي كيتحمر لينا على هذا الشكل كنزيدو عليه المرق.
نخليوه حتى كيبدا يغلى. من بعد كنزيدو عليه الشرموله ديالنا، كنزيدو عليه هذاك الفلفل، كنزيدو عليه المركز ديال الطماطم، بعد كنزيدو عليه هادوك الطريفات ديال الكالامار، كنحركو كلشي وكنخليوه حتى كيطيب شويه ونطلقاو من بعد. من بعد ما شربت الحشوه ديالنا كنخليوها حتى تبرد، وديك الساعات كندوزو باش كنعمرو الكالامار ديالنا. من بعد ما بردات الحشوه ديالنا كنبداو نعمرو الكالامار ديالنا. كندفعو لداخل باش كتهبط الحشوة، كنستمروا على هذا الشكل حتى كنعمروها. من بعد ما عمرناها ما كنعمروهاش بزاف لان مازال ما كنعمروهاش بزاف لان مازال الروز غادي يطيب وغادي يتنفخ. كنشدو هذا كنديروا ليها الشرموله الجناب، من بعد كناخدو الحشوه اللي بقات كنديروها تحت، من بعد كناخدو الكالاماره ديالنا كنحطوها فوق هاد الحشوه على هاد الشكل هذا. كناخدو ديك لاصوص اللي بقات لينا كنزيدو عليها الشرموله، كنخلطوها كنعاودو نديروها فوق من الكالامار، كناخدو ماتيشا سوغيز كنديروها من الفوق، ومن الجوانب كنستفوها،
هادو اللي صاينين كنديروهم حتى هما من الجنب، ومن بعد كناخدو المرق ديالنا وكنعاودو نصبوه وكنخشوها في الفران ونطلقوها من بعد ما طيب لينا الكالامار ديالنا. ها هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا من بعد ما طابت لينا الكالامار، كيف كتلاحظوا نفخات. وكناخدو الروز كنديروه في الجناب كنزوقو بمطيشة سوغيز. كنتمنى الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم، كنتمنى تجربوها، وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.